اليوم الأسرة الفنية كتفقد واحد من الأهرامات ديالها، خصوصا بالنسبة لي أنا نور الدين بكر أستاذ ديالي، أنا خدمت معاه، بديت معاه من الأول، من الهوات بديت طلعت بالاحتراف، بديت مع نور الدين بكر، هو اللي تعلمت منه بزاف، هو الخياري وعجل فلان وواحد مجموعة ديال الفنان إبراهيم خاي، بدينا مجموعين تعلمت منه بزاف الكثير. نور الدين بكر هرام ما عمره ما تشكى، عمره ما قال اي، عمره ما قال ما خدامش، عمره ما قال اعطيوني ولا شي حاجه، عاش بعزو ومات بعزو، وما كيهمش الفقره، ما كيهمش، هو عمره ما تشكى منها، ما تشكى من الفقره. ونور الدين بكر كيبقى هرم كبير اللي فقدناه وعزاؤنا واحد. العائله ديالو انا كنعزيها، لان ولادو بحال ولادي، كنعزي الزوجه ديالو للاولى للثانيه، كنقول لهم البركه في راسكم من ناحيه نور الدين بكر، ماشي غير انتم اللي باكم ولا شي حاجه، ربنا وخونا حتى حنا. نور الدين بكر كان كيعاني في صمت، كان هز الضربه وما كانش كيتشكى، كنا كنمشيو نزورو، نزلو في السبيطار، زرنا في الرباط، في لوبيتال ميليتير، في الدار كنعيط عليه في التليفون، هو ديما ما كانش كيتشكى، وانما كان فيما تعيط عليه الصوت ما كانش باح، وكان كيقول لك سير الله يعاونك، تبارك الله عليك وخدم واشتغل، وهذا هو نور الدين بكر، هذا هو عمره ما تشكى، عمره ما تشكى. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.